أهلا بكم في كورس الاتصالات التسويقية المتكاملة. التسويق هو طريقك لقلب وفكر العميل. كتير من اللي بيبدأوا بيزنس بيكونوا على درجة من الكفاءة وبيقدموا منتج له جودة عالية، وممكن كمان يكونوا بيقدموه بأسعار مناسبة جدا ومميزة بالنسبة للمنافسين، إنما بيكتب لهمش النجاح. السؤال هنا، إيه السبب؟ ليه العملاء بيسيبوهم ويتعاملوا مع المنافسين بتوعهم؟ الدراسات اللي فاتت إن المؤسسات اللي نجحت وحققت قدر عالي من التميز كانت قايمة على أسس تسويقية علمية بالدرجة الأولى. شركة كيتكات لما نزل اليابان بدأت بالماركت ريسيرش وبدأت تدرس الشعب الياباني، لقيت إن جملة شهيرة بتتقال في اليابان هي كيتو كاتسو. كيتو كاتسو لقوها إنها قريبة جدا من كيت كات. كيتو كاتسو معناها بتمنى لك النجاح أو wish you good luck زي ما بيقولوا. هنا بدأت خطتها التسويقية. أول سنة بدأت توزع منتجاتها على مين؟ بدأت توزع منتجاتها for free على الطلاب اللي دارس أوقات الامتحانات وتقول لهم كيتو كاتسو. وفي السنة التانية بدأ الترويج وبالأخص البروباجندا يعني الدعاية، بدأت تاخد دورها وتسرب حكايات كده إن العلبة الحمراء دي بتجيب الحظ وليها علاقة بنجاح الطلبة، وياكلوها قبل ما يخشوا الامتحان بيحلوا كويس. وبدأت دايرة البروباجندا دي توسع أكتر وأكتر، وبدأوا يعتمدوا على الورد اوف ماوث، وبقوا ده هم كمان بيزودوا التوزيع بتاع الشوكليتس بتاعتهم في أماكن أكتر، مش بس بقت مقتصرة على الطلبة. لما حبت كيت كات تعمل إعلان، درست في الأول الشعب الياباني الـ customer behavior، وهو مبيثقش في الإعلانات وبيعتبرها حاجة بتضيع له وقته، وكان في الأغلب بيحتقر معظم الإعلانات اللي موجودة، فكان لازم تعمل إعلان في اليابان يبقى فيه value، أو بمعنى تاني لازم تحسس الياباني إن هي مش هتضيع له وقته. في السنة الثالثة بدأت شوية إعلانات تظهر كده بالشكل اللي الشعب الياباني بيحبه، وهو اللي بنطلق علم التسويق segmentation. الإعلانات بتاعت الشركة بقت عبارة عن قصص لطيفة صغيرة عن أمهات ومدرسين وأطفال مع الشوكولاتة اللي بتجيب الحظ دي، فبدأوا يحبوها وبدأ الموضوع يبقى بالنسبة لهم تمام. وفي رابع سنة بدأت الإعلانات تبقى أشمل أكتر وفئات مختلفة، وبدأت ترسخ فكرة البراند، بدأت تعمل براندنج لنفسها، وأكيد عشان تبقى براند محترم فاهم طبيعة الكاستمر أو الكلاينت بتاعك وتعرف تتعامل معاه وتنفذ له طلباته وتدرس احتياجاته وتعمل له إشباع للاحتياجات دي. وعشان كده كيت كات بقى فيها 18 طعم داخل اليابان. أدركوا إن الشعب الياباني بيحب التغيير والتجديد وبيمل بسرعة، فكان كل فترة ينزلوا نكهة جديدة وتختفي وينزل غيرها، زي الشاي الأخضر، الماتشا، الليمون، الشاي باللبن وغيرهم كتير، وليمون. وبفضل التخطيط والاتصالات التسويقية المتكاملة اللي طبقتها كيت كات في اليابان حققت فعلا نجاح منقطع النظير. الماركتينج له تعريفات علمية مكتوبة في المراجع والكتب المتخصصة في المجال ده، لكن لو حبينا نعرف التسويق بشكل بسيط هنلاقي إن هو مجموعة من الجهود، ممنوع من الجهود اللي بيبذلها رجل الأعمال أو المنشأة أو المؤسسة اللي عاوزة تعرف وتكتشف العملاء بتوعها أو الجمهور بتاعها بيفكر إزاي وإيه احتياجاته، سبيل لإشباع الاحتياجات دي في الإطار الاجتماعي والثقافي بتاع الجمهور بتاعها. ولازم في نفس الوقت تبقى بتفكر بمنطق win-win، think win-win، لازم أنا أكسب والعميل يكسب، غير كده الخطة التسويقية عمرها ما هتكون فعالة. يعني اكتشاف والرغبات بتاعة الجمهور هي أول خطوة من خطوات الجهود التسويقية. وفي فرق بين الحاجات والرغبات. الحاجات والرغبات اللي هي الوانتس، الحاجات اللي بيتطلبها الإنسان بشكل أساسي للحياة زي الطعام، اللبس، الشعور بالانتماء، الاحترام.
إنما الرغبات هي رغبة لإشباع الاحتياجات دي. الرغبات بتبقى نوع معين من الطعام الإنسان بيرغب في تناوله، أو طريقة لبس معينة هو بيحب يلبس بيها، أو نوعية موبايلات معينة هو بيحب يقتنيها علشان يتواصل بيها ويشبع الحاجة الأساسية بتاعة التواصل مع الأفراد الآخرين. الماركتينج ميكس، الماركتينج ميكس أو المزيج التسويقي هو مجموعة من الأنشطة التسويقية المتكاملة والمترابطة مع بعض، بتعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو المخطط ليها. رجل التسويق بيلاقي نفسه في مواجهة اختيارات متعددة في المنتجات وطرق التوزيع وأساليب التسعير والوسائل اللي يوصل المستهلك بتاعه، وإيه اللي يناسب ظروف المنشأة بتاعته، وإيه اللي يناسب التغيرات البيئية المحيطة بيه، وإيه اللي يناسب الظروف بتاعة المستهلك بتاعته، وبيبقى مطلوب منه ياخد قرارات مختلفة. القرارات دي كلها مبنية على العناصر بتاعة المزيج التسويقي أو مرتبطة بالعناصر دي. وعناصر الترويج أو عناصر المزيج التسويقي عملوها كده في 4 كلمات بتبدأ كلها بلاتر بي، فسموها الفور بي أو الفور بيز اوف ماركتينج، اللي هما product, price, place, promotion. product, price, place, promotion. product اللي هو المنتج. أول استراتيجية في التسويق هي إنك تقدم للعميل بتاعك البرودكت اللي بيقع في نطاق احتياجاته ورغباته بالشكل اللي هو يحب ياخد عليه الخدمة دي أو المنتج ده أو الفكرة دي. وهنا بيجي دور التسويق الناجح في إنه يبقى دارس كويس وعارف إيه هي احتياجات العملاء بتوعه، وإيه شكل المنتج اللي ممكن يبقى أكثر ملائمة للعملاء وللبيئة اللي عايشة فيها العميل بتاعه. مهم جدا إن احنا في النقطة بتاعة البرودكت دي مش نركز بس على النواحي المادية، ولما طبعا العلامة التجارية والديزاين بتاع الباكينج والضمان وخدمة ما بعد البيع والكلام ده، مهم برضو ان احنا نركز على الفاليو. لازم العميل يحس ان هو البرودكت اللي بياخده ده فيه فاليو اكتر من مجرد البرودكت، يعني نربطه بمعنى زي ما اتكلمنا على فكرة كيت كات، وان هي ربطت نفسها بمعنى النجاح والتميز عند الطلبة، وانها بتتمنى ليهم النجاح، وانها يعني ايه وش السعد عليهم وهم داخلين الامتحانات. وزي ما في إعلانات كتير بتربط منتجات بمعاني أكبر من مجرد المنتج، زي مثلا لما كوكا تربط نفسها بفكرة تعيش اللحظة، لما بيبسي تربط نفسها بقيمة لمة العيلة، كلها values مهمة عند الكلاينتس وبتأثر معاهم وبتفرق في تكوين صورة إيجابية. البرايسنج، البرايسنج هو تاني استراتيجية من استراتيجيات التسويق. البرايسنج عملية موازنة المنافع اللي العميل هيحصل عليها بالقيمة النقدية اللي ممكن يدفعها، وهي عملية complicated إلى حد ما، عملية يعني معقدة مرتبطة باعتبارات اقتصادية وسلوكية لها دعوة بالاقتصاد العام في البلد، وليها دعوة بالقوة الشرائية بتاعت فئة العميل بتاعي، ليها دعوة كمان بتكلفة الإنتاج بتاعتي أنا، وليها دعوة أنا عايز أحط المنتج بتاعي في أي كاتيجوري. لستة التسعير كمان بتبقى مبنية على عوامل زي العرض والطلب. البرايسنج لو ما كانش بيتم بشكل دقيق ممكن يفقدك يا إما العميل، والاتنين يعني كلاهما مر. البلايس ديستريبيوشن أو عملية التوزيع بتبقى زي ما بيقولوا حيثما يوجد أو حيثما يوجد عميلك، يعني شوف عميلك فين البرودكت بتاعك لازم يوصله. سياسة التوزيع بتخطط فيها للكيفية اللي ممكن تصل بيها السلعة بتاعتك أو الخدمة للعميل بتاعك
في المكان والوقت المناسبين له، وهنا بيبقى مطلوب منك تاخد قرارات زي توزيع بشكل مباشر، نعتمد على نفسنا في التوزيع ولا هنلجأ لوسطاء يوصلوا البرودكتس بتاعتنا أو الخدمات. طب لو لجأنا لوسطاء هنتعامل مع مين؟ مع وكلاء، مع تجار جملة، مع تجار تجزئة، هنختارهم ازاي؟ وهنتعامل مع كل واحد منهم ازاي؟ هل هنتعامل مع الوسطاء دول على ان هم قنوات توزيع؟ طب ازاي ممكن نقيم العمل مع الوسطاء دول؟ نيجي بقى للبروموشن او الترويج. الترويج هو الواجهة بتاعة المنتج او الشركة بتاعتك، هي حلقة الوصل بينك وبين العميل، هي المسؤولة عن ان يتم عملية اتصال وتواصل فعال بينك وبين العميل، هي اللي هتعرف العميل عن المنتج بتاعك. الترويج هو اللي بيقول للعميل بتاعك ايه المميزات اللي انت بتقدمها له، يلاقي الخدمة بتاعتك او المنتج بتاعك فين، طب ايه السعر بتاعها، مطلوب منه يدفع كام علشان يحصل عليها، طب ايه الضمانات اللي هو ممكن يلاقيها، طب ازاي ممكن يحل المشكلة لو حصلت بعد ما اشترى المنتج بتاعك او بعد ما استخدم الخدمة بتاعتك. الكلام ده كله بيتم من خلال مزيج ترويج كامل من انشطة الاعلان والبيع الشخصي وترويج المبيعات والعلاقات العامة والنشر، أنشطة متكاملة مع بعضها البعض بتكون لنا مزيج ترويجي promotion mix بيوصلك إن أنت تبقى في صورة إيجابية عند العميل بتاعك. الأنشطة الترويجية دي برضو هي اللي بتخلق ولاء عند العملاء، بتخلق ولاء للمنتج، وهي برضو اللي بتحافظ على الولاء ده بعد كده وما بتخليهمش يروحوا للمنافسين. والاتصال هو وظيفة كل عنصر المزيج الترويجي اللي اتكلمنا عنها، وعلشان زي ما احنا عارفين ال communication process دي تبقى effective وتأدي الغرض منها، لازم نبقى فاهمين كويس ودارسين طبيعة الجمهور اللي متعامل معاه والخصائص بتاعته، ولازم كمان نبقى عارفين العوامل البيئية اللي هتأثر على عملية الاتصال اللي هيتم من خلالها الترويج. وهدفي من عملية الاتصال الترويجي دي إن أنا أوصل إلى الإقناع persuasion، وعشان يتم الإقناع لازم أصمم الرسالة بطريقة توصل زي ما أنا عايزاها توصل للعميل، ولازم أدور على كفاءة الوسيلة، الوسيلة اللي هوصل بيها للعميل بتاعي، وإزاي هقدر أجذب انتباهه، وإزاي هقدر أثير اهتمامه وفي نفس الوقت يفهم الرسالة اللي أنا برسلها له بالطريقة اللي أنا عايزاها توصل له، عشان يحصل فكرة القبول عند العميل acceptance، وبعدين يبقى عنده القدرة انه يسترجع الرسالة دي اللي بنسميها في عملية الاتصال الريتنشن، ومن ثم اقدر اثر على السلوك الشرائي بتاعه واخد استجابة ايجابية في اتجاه اللي انا عايزاه. فيليب كوتلر. فيليب كوتلر هو اهم علماء التسويق في العالم، زي ما بيسموه الاب الروحي للتسويق او ابو التسويق في العالم. الراجل ده كتب أكتر من 55 كتاب وكلهم لا يقل قيمة عن بعضهم البعض، وعمل نظريات في التسويق وكان له إسهامات كتير واضحة في التاريخ عن الإدارة والتسويق. وفيليب كوتلر جه في المرتبة الرابعة في مجلة Financial Times في الشخصيات الأكثر تأثيرا في مجال إدارة الأعمال بعد بيتر دريكر وجاك ويلش وبيل جيتس. استطلاع عملته مجلة فوربس اختار المصوتين دكتور فيليب واحد من ضمن أكتر 10 أشخاص مؤثرين في مجال الإدارة في العالم. سنة 2011 أطلق عليه لقب أسطورة التسويق. ليه مقولات كتير شهيرة فيليب كوتلر كتيرة ومهمة، يحضرني من أشهرها يعني إن التسويق مش فن تصريف السلعة
بل هو فن تقديم قيمة للعميل، وكان بيركز دايما على الفاليو، وبيقول إن التسويق فن، والتسويق فن مش في إنك تبيع البرودكت بتاعك، إنك تقدم فاليو للعميل. بالمقولات برضو المعروفة بتاعته إن الإعلان هو إعلان العميل الراضي. يعني إيه؟ لما يبقى عندك satisfying يعني satisfied client، هو اللي هيتكلم وهيعلن عن منتجك، اللي هو ال word of mouth. ده بيبقى أفضل بكتير من أنت تعمل إعلان عن نفسك. له مقولة برضو تانية معروفة بيقول ما بقاش كفاية إنك ترضي العميل، لازم تسعده. حتى الرضا بتاع العميل اللي هو هدف أي شركة ما بقاش كفاية، هو لازم تخلي العميل سعيد. بيسموه يطلق عليه كده يبقى في حالة واو، يحصل له واو مومنت لما يشتري البرودكت بتاعك أو يحصل على الخدمة بتاعتك. هنعرف في المحاضرة الجاية إيه هي الأدوات الرئيسية للوصول للعميل عشان نعمل الواو مومنت. شكرا لمتابعتكم، مستنية تفاعلاتكم. كان معاكم آية عياد.